الآلاف من المختطفين يواجهون ظروفا قاسية في صنعاء ومناطق خاضعة لسيطرة الميليشيا، فمع استمرار حملات الاختطاف التي تقوم بها ميليشيا الحوثي والمخلوع تزداد أعداد السجناء يوميا، الأمر الذي يعزز التساؤل عن ظروف الاحتجاز وكيف يتم التعاطي مع احتياجاتهم الإنسانية والمعيشية اليومية، ناهيك عن الصحة داخل السجون المكتظة التي تفتقر للمواصفات الإنسانية الملائمة. أحدث وثيقة كشفت عنها وسائل إعلام أكدت عجز القائمين على سجن البحث الجنائي بصنعاء عن تغطية الاحتياجات الأساسية من غذاء وماء ومستلزمات صحية لمئات المختطفين. إلى ذلك يخضع المختطفون لجلسات تعذيب نفسي وجسدي، يجبرون خلالها على تسجيلات مصورة للاعتراف بتهم وجرائم لم يرتكبوها. عدد من المختطفين تعرضوا للشلل جراء التعذيب، يعذبوا لينتزع منهم اعترافات لجرائم لم يرتكبوها. عسكرة الحوثيين للوضع في البلاد جعل من المناطق التي تحت سيطرتهم سجونا مفتوحة، وبات كل المناوئين لهم هدفا للاعتقال القصري بناء على تهم كيدية، وبالتالي مضاعفة أعداد الضحايا المختطفين، سيما وأن المعلومات تشير إلى أن 40% ممن جرى اختطافهم اعتقلوا أثناء مرورهم في طريق تتواجد على امتدادها نقاط تفتيش ميليشياوية. الوضع الإنساني والصحي المتدهور للسجناء المختطفين يفترض به لفت نظر المنظمات الحقوقية للتأكد من سلامة الظروف التي يعيشها المحتجزون في معتقلات الميليشيا.